بالسجود. اسمع يعقوب يقول يا ربي أما ترحم ضعفي؟ أما ترحم شيبتي؟ أما ترحم كبر سني؟ أما ترحم ذلتي؟ أما ترحم فقري؟ قال فأوحى الله إليه في ليلة وهو نبي مكلم قال يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لاحيت لك. ثم جته البشرى في اليوم الثاني قال لا تيأس من روح الله، لا تيأس، ترى الفرج ياتي، هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر. أتيأس أم ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، دع المقادير تجري في عنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. العظيم الواحد هو الله، المالك هو الله، الصمد هو الله.